عامل من العوامل اللي ساعدت على تركز السكان في الوادي والدلتا من الاربع اختيارات دول هو هيكون التضاريس. معايا يا حبايبي السؤال اللي بعده بيقول لي أثرت الهجرة الداخلية على محافظة الشرقية. أثرت الهجرة الداخلية على محافظة الشرقية بالأخص، يعني محافظة الشرقية ها الهجرة الداخلية كان لها تأثير واضح عليها، يا ترى إيه هو؟ هل زيادة الذكور، يعني الذكور عندها أكتر، ولا العشوائيات زادت بشكل أكبر، ولا زيادة المساحة الزراعية، ولا نقص العمالة الزراعية؟ يا ترى هل الهجرة الداخلية أثرت في محافظة الشرقية على إيه؟ زيادة الذكور ولا العشوائيات ولا زيادة المساحة الزراعية ولا نقص العمالة الزراعية؟ ركز كده حبايبي، أنا لما أقول العوامل دي ها أو الاختيارات اللي مديهاني دي الهجرة الداخلية، هل محافظة الشرقية يا محافظة يا ترى من الجاذبة ولا من الطاردة؟ نفتكر مع بعض اللي أنا قلت لكم إيه؟ إن الوادي والدلتا ما فيهوش إلا إيه؟ القاهرة، جيزة، اسكندرية، يعني معنى كده إن الشرقية دي محافظات الدلتا، يبقى مش جاذبة، يبقى محافظة طاردة. تمام، يبقى معنى كده إن هتأثر عليها الهجرة، لو هي محافظة جاذبة كان زاد فيها عدد الذكور، لكن هي محافظة طاردة، العكس تقل فيها الذكور ويزيد الإناث، يبقى مش هتنفع الاختيار الأول. العشوائيات هل الناس بيجوا لها؟ هو العشوائيات بتزيد منين؟ لأنها منطقة جاذبة وبتجذب سكان كتير فبتحدث العشوائيات. ولا زيادة المساحة الزراعية؟ هل الهجرة الداخلية الناس لما جالها كتير المساحة الزراعية هتزيد؟ لا طبعا، مش منطق خالص. يبقى الاختيار الصح هو نقص العمالة الزراعية. ليه؟ لأن معنى هجرة داخلية معناه ان محافظة الشرقية هي محافظة طاردة، وبالتالي بيهاجر منها السكان بشكل كبير، وخاصة الايه الايدي العاملة، وبالتالي اللي هم طبعا بيتمثلوا في الذكور، وبالتالي نقص العمالة بشكل عام، وخاصة طبعا العمالة الزراعية لانها منطقة ريفية. يبقى بالتالي هيأثر او هتأثر الهجرة الداخلية على محافظة الشرقية في نقص العمالة الزراعية.